معالي السفير، اسمح لي نروح نشوف تقرير عن أفريقيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب ونرجع لحضراتكم نشوف التقرير مع بعض. تأكيدا للامتداد الإفريقي لمصر ودعما لسياسة الإدارة المصرية نحو القارة السمراء، يأتي معرض الكتاب في دورة هذا العام محتفيا بهذا التراث الحضري الهائل، إذ تعد إفريقيا العمق الأصيل للأراضي المصرية، مما جعل اختيار السنغال ضيف شرف المعرض هذا العام خير دليل على التوجه المصري، فضلا عن شعار المعرض الذي يحتفي بثقافة التنوع التي تتميز بها القارة الإفريقية. ويأتي معرض الكتاب الدولي في دورة هذا العام كطريق جديد نحو القارة الإفريقية أدبيا وثقافيا، كونها أحد أبرز الفعاليات الكبرى في المنطقة التي تقدم لزوارها مجالا خصبا للمعرفة والعلم. ولعل كتاب وصف إفريقيا لحسن الوازن خير دليل على ذلك، هذا الكتاب الذي يأتي على غرار وصف مصر للكاتب الكبير جمال حمدان، تأكيدا على أهمية العلاقات الوطيدة التي تربط مصر بدول القارة، لا سيما في ظل رئاسة مصر أيضا للاتحاد الإفريقي.